السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي ومتابعينا الأعزاء؟ إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. رجعنا لكم بدرس جديد. بهذا الدرس جبت لكم 10 مقولات تستخدم بالشارع التركي وبالمحادثات عند الأتراك، كتير مهمين. قبل ما نبدأ بهذا الدرس، يلي ما له مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يوصلك جميع إشعارات دروسنا القادمة بشكل مباشر، وفعل زر التنبيهات حتى يوصلك الإشعارات مباشرة، وادعمونا بلايك وشير حتى نستمر بنشر المزيد، واكتبوا لي آرائكم واقتراحاتكم بقسم التعليقات إذا حابين نستمر بهي السلسلة. وهلأ خلونا نبدأ على بركة الله بالدرس. عنا المقولة الأولى: أتش أيو أوي نماز. أتش أيو أوي نماز. أتش أيو أوي نماز. أتش أيو أوي نماز. وتعني هي المقولة: الدب الجائع لا يلعب. نترجم الكلمات أتش وتعني الجائع أو الجوعان. أتش أيو دب. أيو دب. أتش أيو الدب الجائع. أوي نماز فعل اللعب. أوي نماك جزر أينا. ماز هنا لاحقة الزمن الواسع، النفي لاحقة النفي في الزمن الواسع. أينا ماز وتعني لا يلعب أو ما بيلعب. أتش أيو أينا ماز. أتش أيو أينا ماز. الدب الجائع لا يلعب، يعني الشخص وقت يكون معصب بيكون ما عم يلعب، معصب آخذ الشغلة بجدية. أتش أيو أينا ماز. أتش أيو أوي نماز. الآن ننتقل للمقولة اللي بعدها: نا أولورسا أولسون. نا أولورسا أولسون. نا أولورسا أولسون. نا أولورسا أولسون مقولة بمعنى مهما حدث أو شو ما صار يصير. نترجم المقولة: نا ما أو ماذا، أول ماك فعل الكون جزر أول، أولورسا هون لاحقة الزمن الواسع الأو والري أور لاحقة الزمن الواسع، السا لاحقة التمني أو الشرط، أولورسا لو بيصير أولورسا، أولسون يعني فليكن ما يكون، بمعنى شو ما صار يصير، أولسون فليكن، أولسون. ني أولورسا 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 أولسون. تقال هاي المقولة، أضرب لكم مثال. مثلا شخص قال لك إنه لا تروح لا تحكي معه، مثلا شخص ما مثلا في مشاكل بين بعضه، بيقول له لا يروح مثلا لصديقه، بيقول له بدي يروح مثلا ني اولورسا اولسون فليكن ما يكون، يعني شو بده يصير لا يصير، يعني شو ما صار يصير، يعني وقت يكون واحد معصب وما له فرقانة معه، يعني بيستخدم هاي المقولة. ننتقل للمقولة اللي بعدها: عندنا المقولة اللي بعدها: أكلن يولو بير. أكلن يولو بير. أكلن يولو بير. أكلن يولو بير. المقولة بمعنى طريق العقل واحد. تقال عند اجتماع وجهات النظر المنطقية على موضوع ما. أكلن يولو بير. مثلا كنت عم تحكي مع أصدقائك وأصدقائك كلاتكم عم تحكوا موضوع ما، وكلاتكم اتفقتوا على وجهة نظر واحدة. تقال هاي المقولة: أكلن يولو بير. أكلن يولو بير، يعني طريق العقل واحد. نترجم المقولة حرفيا: أكلن أكلن يولو طريق العقل. أكلن يولو طريق العقل. أكلن، الإن هنا المضاف
يولو يول طريق يولو مضاف إليه عقلن يولو طريق العقل بير واحد، إنه طريق العقل واحد، إنه كلاته وجهات النظر السليمة المنطقية كلاتها تودي إلى العقل أو منبع العقل. العقلن يولو بير. المقولة التالية سندكي إنات geçide yok. Sendeki inat geçide yok. تستخدم هذه المقولة تقال للشخص العنيد جدا، بمعنى عندك عندك حتى لدى العنزة، عن عنادك حتى لدى العنزة غير موجود، يعني عنيد جدا عنيد جدا. إذا الشخص كان عنيد كتير تقال له هاي المقولة، انه حتى العنزة ما عندها العند اللي عندك يا سندكي إنات كتشيدا يوك. سندكي إنات كتشيدا يوك. سندكي يلي عندك، سندكي الذي لديك، سان أنت، د في كي الذي، الذي عندك. إنات يعني المأخوذة من اللغة العربية، يعني العناد المعاندة. كاتش هي المعزات أو العنزة. كاتشي دا يلي عند العنزة، كاتشي دا في العنزة عند العنزة، كاتشي دا عند العنزة. يوك لا يوجد. سندكي إنات كاتشي دا يوك. مقولة اللي بعدها ديليم دا توي بيتي. ديليم دا توي بيتي. ديليم دا توي بيتي. تقال هاي المقولة الشخص بيحكي دائما، والشخص اللي مقابله ما بيسمع الكلام. بمعنى هاي المقولة، بمعنى ما بيقابله عنا باللغة العربية طلع على لساني شعر. بمعنى انه انت عم تنصح دائما الشخص او اي شخص عم تنصحه وما عم يسمع كلامك، فتقال هاي المقولة ديليم داك توي بت. ترجمتها حرفيا هاي المقولة انه خلص الوبر، الوبر على لساني. توي هو الريش او الوبر. ديليم دا توي بت، انه نفذ الوبر اللي على لساني. ديليم دا توي بت. نترجم المقولة حرفيا ديل لسان، ديليم لساني، ديليم دا عند لساني أو في لساني، توي يعني وبر أو ريش، بت نفذ أو خلص أو انتهى. نكمل الآن المقولة التالية سهات لير أولسون. سهات لير أولسون، وتعني نعيما نعيما. صحت لير أولسون تقال بعد الاستحمام وبعد الحلاقة. إذا الواحد انتهى من الحلاقة بيقول له نعيما صحت لير أولسون، وبعد الحمام صحت لير أولسون. صحت لير، صحت هي من الصحة، يعني مأخوذة من اللغة العربية. صحت لير أولسون فلتكن صحة، يعني فلتكن عليك صحة، بمعنى نعيما. سهاتلر أولسون. المقولة داني التالية دانيزة دوشان يلانا سارلر. دانيزة دوشان يلانا سارلر. دانيزة دوشان يلانا سارلر. تعني هاي المقولة الغريق بيتعلق بالشاية. هاي المقولة بيقابلها عنا الغريق بيتعلق بالشاية. المعنى الحرفي لهي المقولة ترجمتها حرفيا دينيزا دوشان، يعني الذي يسقط إلى البحر أو في البحر. يلانا سارلر، سارلر إنه بيعاني الحية، يعني واحد لو غرق بالبحر ونفذ عنده المحاولات أو ما عنده وسيلة أخرى بعانق الحية. يلانا سارلر. نترجم المقولة حرفيا دانيز، وتعني بحر. دانيزا إلى البحر أو للبحر. دانيزا
دوشان دوشان دوشما دوش دوشماك هو السقوط. دوشان الآن هنا اسم الفاعل الساقط أو الذي يسقط. دوشان الآن هنا لاحقة اسم الفاعل دوشان يلي بيسقط على البحر. دونيزا دوشان. يلانا يلان هي الأفعى أو الحية. يلانا يلان نا هنا حرف جر إلى أو للحية. سارلر سار سارل ماك هو المعانقة. سارلر بزمن الواسع بعانق الحية، يعني اللي بيسقط على البحر أو بالبحر بعانق الحية، إنه ما عنده وسيلة أخرى بده ينقذ حاله. دانيزا دوشان يلانا سارلر. تماما هاي المقولة بمعنى يقابله عنا باللغة العربية الغريق بتعلق بالشاية. المقولة الأخيرة لهذا الدرس ني أولورسا ني أولور ني أولماز ني أولور ني أولماز ني أولور ني أولماز. مقولة بمعنى إذا صار ما صار، أو تحسبا لأي وضع ما أو لأي خطر. ني أولور سا ني أولور ني أولماز ني أولور، يعني شو بيصير شو ما يصير. ني أولور ني أولماز تحسبا لأي شيء ما. ني أولور ني أولماز ني ما نترجمها حرفيا ني أداة استفهام ما أو ماذا. أولور بيصير. ني أداة أيضا استفهام ما أو ماذا. أولماز هنا بالزمن الواسع بلاحقة النفي ماز، لاحقة النفي أولماز ما بيصير، يعني شو بيصير شو ما بيصير، يعني تحسبا لأي ما. ني أولور ني أولماز. أصدقائي ولهم نكون انتهينا من هذا الدرس، بتمنى يكون نال إعجابكم واستفدتوا منه. إذا حبيتوا هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بقسم التعليقات حتى نكمل بهي السلسلة، حتى أعمل سلسلة خاصة بالمقولات التركية. اكتبوا لي تحت آرائكم إذا حابين منا نكمل بهي السلسلة، وجب لكم دائما نعمل دروس 10 مقولات باللغة التركية. وبتمنى منكم إذا استفدتوا تدعمونا باللايك والشير، تشاركوا هذا الدرس مع جميع أصدقائكم ومعارفكم حتى تعمل فائدة لأكبر عدد ممكن. وطبعا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم جميع إشعارات دروسنا القادمة بشكل مباشر. وانتظرونا غدا بدرس جديد إن شاء الله. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم.